قيس مروان يثير الجدل عبر تلميحه لمفاجأته القادمة، فهل هي زواج؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. نور ستارز تستعد لتنظيم أكبر إيفنت لها وتحديدا في دولة العراق أي بلدها، وصرحت أن هدفها من هذا الإيفنت هو مقابلة متابعيها هناك، وهذه مبادرة جد جميلة من نور ستارز. شو رأيكم أنتو بخصوص هذا الخبر؟ مي حطت ميك أب وتأنقت وطلعت وعملت شعرها، يوم جايين إفطار بأوبرا دبي، كثير مكان حلو. الكل لاحظ غياب غيس مروان عن السوشيال ميديا في هذه الفترة، وتحديدا بعد عودته إلى دبي. وبالأمس كشف زياد أبو الشعر أن السبب وراء غيابهم عن السوشيال ميديا هو أنهم يحتاجون قسط من الراحة بعد التعب والإرهاق الذي خلفه السفر. طبعا غايبين صلنا يومين على الستوريات لأنه وصلنا على دبي وحل التعب كلياته، وبرمضان بصراحة عم شوف التليفون أربعة وعم شوف الكبسة أربعة وما عم شوف قدامي وما عم فيق. فهلأ يعني أخذنا الحمد لله أمورنا صارت تمام. وصرح زياد أنهم واجهتهم مشكلة في سفرهم وتحديدا في دولة فرنسا، وصرح أن هناك أشخاص عنصريين، وأضاف أن اللغة الفرنسية كانت عائق كبير لهم في التواصل مع الفرنسيين. وأكد زياد أنه لن يعود إلى فرنسا مجددا، وصنفها من أسوأ الدول التي زارها. هلأ هن ما بيحكوا إنجليزي، فبتحكيهم انجليزي ما بيردوا عليك حتى لو كانوا بيعرفوا انجليزي، بس اذا انت كنت تعرف تحكي فرنسي وحكيتهم فرنسي بيصيروا هنن ما بدهم يحكوا فرنسي. فهمتوا يعني؟ اما غيس مروان حمس متابعيه المفاجأة التي سيعلن عنها بعد اشهر، وقام باعطاء تلميح ان حياته ستتغير مع شخص اخر، والاغلب يعتقد ان غيس مروان يلمح عن زواج او خطوبة. اوكي صراحة ما فيني اعطي هنت يعني، ما فيني احكي بالموضوع، انتوا راسكم على اصابيع تمام، بس شيء يعني بالنسبة لي حيغير لي حياتي، هذا بالنسبة لي، وحيغير حياة ناس تانيين معي. قامت صديقة نارين غادير بنشر ستوري تشكرت من خلاله نارين على هدية قدمتها لها وهي حلق من ديور.